مرحبا شباب الريبلز، معكم خليل كوك. واليوم رجعت لكم فيديو جديد من كلاش رويال. الشباب الريبلز مشان الله تطمنوني عنكم، مرحبا في مقطع جديد من كلاش رويال. ما عندي مقدم لكلاش رويال، ايش اسوي؟ ما عندي عادي لو سمحت، ما عندي مقدم. انا بلعب هاي اللعبه من 2016. مين هي هي مكوك؟ ما يلوش من العصر الا امبارح الظهر، ما يلوش بالاصل الا امبارح العصر. لورد اكس، لورد اكس من وين يا اخوان؟ لعبت انا وياه جيم، هزمني مسح فيه، يعني قصدي انه كانت مباراة حلوة كثير والله. حتى هو بتذكرت الاشي وبعدت له على الانستغرام. خلينا نشوف في هذا الفيديو كيف راح اورجيكم انه انا عن جد افضل منهم. مبدئيا في عندنا تشكيل، ثواني يا اخوان، انا يمكن شوي من زمان مش فاهم هاللعبة، بس ايش هاي؟ ليش شكلها؟ ما علينا، عندنا تشكيلة الجاينت سكيلاتون، اوكي. ففي عندنا تشكيلات كثيرة، انا بصراحة التشكيلات اللي انا برتاح عليها. ها والله شكل السكيلتون صاير حلو. كيف عرفت ان انا من زمان مش فاتح اللعبه؟ لا حقي فاضي يا زلمه. لا لك طلع علي. لا يا زلمه، لا والله لا، يعني شوف بفتحها بلعبها، بس بلعبها مع صاحبي، بس لحالي بحس توحد، هيك ما بيعجبنيش يا زلمه، ما بيعجبني. فخلينا نشوف التشكيلات هذه ايش افضل شيء ممكن استخدمه. اوكي ننزل لتحت، ممتاز. هاي التشكيله انا بشوفها كثير خرافيه، فخلينا نبلش فيها الجيم. راح نلعب مع صديقنا انكل رون، انكل عم رون 69. تفضل صديقي العب، مش هنضل مصفين ببعض، رؤوسنا مش 10000 صديقي. الموضوع مش مستاهل انك تقعد تصفن لهالدرجة، عادي بتقدر تلعب. استاذي يعني انا ابلش العب؟ والله العظيم انت ما بتعرفني. طب نحط سكيلاتون واحد زي هيك ونلحق بالهوك رايدر. انت شوف انا حاعمل لكم تيتوريال، لا هي مكوك كل اي حد. 2.6 2.6 2.6 ما بحبش ال 2.6. بس ما عليكم ما عليكم، انا تبعي 14 تبعه 12، فهيك لو 14 ناقص 12 في ليفلين، تمام. لا استاذي الكريم طلع تبعه كمان 14. طيب نحط جاينت سانو بول مع هذه كمان، وبدنا بدنا اكسير هيك، مش هناكل هيك. بس صرفنا 3 مليون اكسير مقابل 4 اكسير، صفقه مش كثير مربحه. لا 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 الله يخرب بيتك من حالك، شو عارف ايش عم تساوي انت؟ لك عرفان ايش عم تساوي؟ ما علينا ما علينا. انكل رون بدك تفهم انه احنا والله الفاير كراكر صايره حلوه، شوفوا كيف شكله، والله مزه صايره، اقسم بالله رهيبه. شوفوا كيف شكله، والله مزه صايره، اقسم بالله رهيبه. والله مزه صايره، اقسم بالله رهيبه. والله مزه صايره، والله مزه صايره، والله مزه صايره. طيب خلينا نرجع في هذا، ولكن في عنا الايرث كويك عشان التفاعل راح ينزل لنا اياه. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم. والله انك يا زلمه، اقسم بالله يا زلمه، والله ما اتفاق، بس عادي عادي عادي، نزلوا مكان غلط اصلا. ان هو على فكره على فكره، شوف انا ما بتفلسف، انا ما بتفلسف، بس هو كان راح يستفيد اكثر لو نزلها على الجهه الثانيه. انا حطيت فيها الايرث كويك، صدقوني والله المنطقه اللي هو نزلها منطقه مناوب هاي. طيب نرجع في الفاير كراكر. ما اظن انه في طريقه احسن من هيك، تمام. فاير كراكر لازم تشتغلي، وايضا راح ننزل، اوكي تمام. هو عنده 14 ماسكي، ماسكتير ولا ماسك شوي؟ اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك يلعن، اضحك. هيموكوك شوف دقيقة، أنا كنت حاب ألعب معك والله، بس مش غير رأيك بعد النكتة، يعني بالله عليك في حد بغير رأيه عشان نكتة؟ نرجع في الهوك رايدر، الوضع إيزي لحد لا. فاير فول مان، ولا خلص نزل لي أبوك معاهم بالمرة. مش مخلي شيء ما نزلته يا زلمة، ما تفاك. طيب نرجع بهذه وهذه وكمان، شوفي بحكم انه فاير كراكر كويسه وفي واحد سكيلتون فتيش الامور، بعدين بنرجع له في الهوك رايدر. المفروض انه زي ما قلت لكم بنزله هون، اذا ما نزله هون فهو تافه. ايوه بالضبط 100%، فهيك بنزل له هذه والفاير. المشكله ما عندنا سكيل قوي. ضربه ضربه يا زلمه، ضربه استرى عليك. شوفوا اللي بلعب معاه مالوش دخل في 2.6 صراحه، يعني اذا واحد بيعرف يلعب 2.6 مظبوط بمسح في وجه الارض مع احترامي. طيب هسه بنرجع في هذه هيك عشان هو ايش راح ينزل الماس كثير، ماسكي شوي. كرهت انت تراك مسخته والله. تعال لا 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 استاذي استاذي استاذي، بنحط هذه هنا 100%، اجت كثير سموث. عادي عادي، الدمج اللي هو راح ياخذه لا يقارن، لا يقارن في الشيء اللي انا راح اكمل فيه. فبنجيب هذه هيك، والله بفكر نهجم على الجهه الثانيه، اعجق سما اهله، بس خلاص شو بدك تساوي. طيب نرجع بال، لا يا اخوي يا اخوي، لا يا اخوي. طيب هذول الضربتين كفيلات، ضربه واحده بضربه
ضربة واحدة بضربة واحدة قلنا، ولكن في عنا إيرثكويك وبهيك بيكون مسحنا في وجه أنكل رون 96 الأرض. عشان ما يكون الموضوع كثير ممل صراحة حبلا بتشكيل، تشكيل الدكتور ديستركشن يا أخوان، تشكيل الدكتور ديستركشن هاي راح أبدع فيها، راح تشوفوا لعب ولك والله تحلفوا فيه اللعبة، بس لسه بتشوفوا كيف. فدكتور ديستركشن إذا خبصنا بتشكيلتك مش تقعد تعيط عندي في الكومنتات، اتس اوكي يا عزيزي عادي كلياتنا بنخبص. اعطوني ايش هاي لوتر يعني وايلد كارد شو بتساوي هاي؟ 100 دولار يا ظالمين، 100 دولار والله لو معي 100 دولار فاتح اللعبه اصلا. طيب هاي شو بتساوي الوايلد كارد؟ ما علي احنا نفوت جيم وبدنا نجلد ما بيهمنا اي وايلد كارد. ها عزيزي الجي انت عارف انه اصلا رح تتبهدل. ثواني 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 استاذي اذا بتلعب معي باللعبه هذا انا بضايقك، هذا غالبا معاه انفيرمو فرح نسلخه في الوزر. جميلة ولكن 14 ارقام زي كان ما بتحملها. اوكي بيبي دراجون يا زلمة مين بيلعب؟ والله لو ضربه واحد غير افتح راس غبي، ضربتين بس فتحت راسه. هذا الشاب يا اخوان مالوش اي صاروخ. تشكيل الدكتور ديستركشن غيرها والله، غير الصاروخ ما حطش صاروخ كان. نرجع في البانديت في عنا تورنيدو نحط اكسك يا يوشنر ومعاها ايضا هذه يا رب تتأثر يا زلمي ما تفه لعبي يا زلمي. بس خلص عادي شوف انت بالمرات بتفكر حالك خبصت بس عادي راح احمي الدارك كوبلين سد ثمك. طبعا عندك رقصات مستفزه زي ثواني يا قلبي ثواني لا حب نلحق. انا بقول ان احنا بنلحق والله يلاك اقسم ما له دخل اللاك صح. كمان ضربي يا زلمي افتح لي راسه. طيب باندت نحطه هنا على اليمين عشان ايش اغز فيه باليسار بلا مؤاخذه. هسه بتشوفوا كيف الباندت رح توصل ما بيهمنا اللي انت عم تحطه هنا. ممكن كمان نستغل هذه الشغلات زي هيك والله فكرت ما بتروح صب لك كنت بتروحش. شو بدك يزم شو بتنزل لوك من الطياره انت شفطت الاكسير شابت كله تبعك ابلع كل خراب. نرجع في الاكسكيوشنر شوف اذا ما كنت عم تحضر لعبي فشوف لعبي شوف يعني بالله عليك حتقدر تطلع معي براس فكره سيئه انك انت تقول لي انا بجلدك وما بجلدك سيبك من الموضوع هذا. ثواني استني استاذتي راح يضرب البرج. نعم راح يضرب البرج ولكن درجع لحالي انا اقول لك ولكن حمين الدارت كوبلن ملاش دخل. طيب استاذي العزيز بتقدر انك تيجي هون اذا اقتله اسرع ما نيتك اقتله اسرع. طيب بنقدر انه والله جد حلو ايش لنا واحده حلوه لطيفه. طيب الشاب حالف يمين حلو انه بده يشيل البرج بس انا مش هخليك جس وات عزيزي انا مش راح اخليك تعال هيك. جميله لطيفه اللي بحكي غير لطيفه هو بكرهني وما بيحبني وبدوش الخير. الان لازم ننتبه من هجماته المعاكسه الاضطراريه هاي بيبي دراجون او هذا الزفت الطين. فممكن احنا لو نسلخها زي هيك على اليمين بس والباندت هلكني بالباندت اسمع عليكم. والجيم الثاني ايزي كثير بصراحه وما اضطرينا ان احنا نتغلب او نقص زهقان بس مبلا مزعي مزعج الجي يبلا يا الجي. طيب يا جماعه وبالنسبه للجيم الثالث راح العب هذا راح العب بالضبط هذه التشكيله. هاي التشكيله هبد تشكيله كثير سيئه ما بنصحي حدا يستخدمها بس شكله بالصوره هاي التشكيله اللي رفعتني لل 4000 كاس. واضح اني كذاب بس صدقوني يعني باعت ال 4000 كاس انا ابدعت جدا 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 في هاي التشكيله فراح تشوفوا قديش هي خرافيه وبوعدكم. عم العب مع صديقنا نيكولاس خوري. القرف ده يا جدعان في ايه؟ طيب راح نبلش في اخوان ما بقدرش ابلش انا يعني انت طالب مني ابلش بالسباركي اذا معاه صاروخ راح اقفل الجيم وننتقل مباشره على الجيم اللي بعده لانه ما لناش اي مصلحه معاه. السباركي هذا الجيم يعني حيكون هيك تكتيك زي ما تحكوا ما راح اكون هيك كثير انا شاده حالي فيه راح يكون جيم تكتيكي اكثر منه جيم والظاهر انه الشاب ملوش دخل في اللعب انا هذا اللي شايفه. اذا معاه سكيلتون راح فيها اذا ما والله بتعرف فاير بول وهذه والله ما اتوقع والله يا زلمه هو كامل لا راح يروح فيها ترى اسمع والله حيروح فيها لا والله ما راح يروح فيها انا قاعد بحلف يمين على ايش مش مشكله هو بس يهدي اللعب امورنا تمام. راح از اكسكيوشنر راح اهدي اللعب راح اقول له نحط لي ايموجي عشان استاذي حركه غبيه كثير اللي انت عملتها هسه شو استفدت انت يعني طلع معي راح اقعد في جمع اكسير وما ورانا شيء انت شو سويت شو استفدت بهي الحركه قل لي ما استفدت اقول لك من انت بموت ايش دخل لا هذه كل من صاحبك. طيب راح نرجع له في سباركي كمان مره بس هاي المره راح اعمل له حركه مستحيل يتوقعها وانا عن كلامي هو ايش هسه مفكر براسه يقول لك
سباركي خلاص بحط له الكترو بريح راسي. لا يا حبيبي لا 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 لا, لا. شو مفكر يا زلمه انت مفكر الحياه كلها هيك؟ هسه رح ننزل له ايش؟ جيب 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 السباركي, جيب الهبل تبعك هذا نسلخه هذا حلو. هسه ايش بينزل هو؟ ايوه هذه. فانا شو بسوي؟ برجع له في الباندت. هسه ايش بينزل لي هو؟ زفت الطين تبعه صح. فانا برجع له في الباندت راح اسلخ واحد انفخ بالله نفخ راس. ممتاز ممتاز عادي عادي, ضربه سباركي واحده كفيله جدا انها تكون 100%. فالباندت المفروض يستسلم. صديقي صديقي لو اني محلك ممسوح في وجه الارض داخل عليك برجلي, بشوفي برجلي داخل عليك مع كامل احترام. لسه بفعط لسه بفعط حريه شخصيه. انا بشوف انها حريه شخصيه عادي, انت حاب تفعط افعط, ولكن انت يا صديقي صرفت الالكترو ويزارد. لا خوفني عرفت معصب. لا بالله عليك لا تعصب. طب هسه لو تدخل في رجلي عليك شو رايك؟ بدي اهينه بدي اهينه. هو ايش ماخذ دامج على ولا برج زي ما انتم شايفين. هو اصلا صارف الالكترو ويزارد. والله لا اعطيك ابلع شدي يا حبيبي ابلع شدي. طيب فالان راح نعطيك اوكي حركه سيئه جدا. راح نرجع له في الباندت وايضا في البرنس من هنا عشان ما ياخذ اي دمج ونطلعه زي العره بعيد عنكم يا شباب. تمام نرجع له في شباب ايش الدخل اللي حيدخلها علينا هسه مش حلو. يا رب يخلص الجيم بسرعه نرجع هذول لورا. لا خلاص امورها تمام وبلعناه وكلنا راح نشيل هذا ونعمل زي هيك. نقدر نجيب ونقدر نجيب بالدرس نجيب يعني على اساس انه صاروخ بدمج 594 ما تفهمني. فوز يا جماعه هذا كان كل شيء في اليوم. لا تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتكتب رايك تحت الكومنتات عجبك الفيديو ولا ما عجبك. وغصب عنك عجبك بمزح معك عشان انت ما تاخذها امور شخصيه وتنزل في الكومنتات تبلش تسب. عادي جدا احنا صاحب انا صاحبك انت صاحبي بنمزح مع بعض كلياتنا. هيموكوك لورد اكس اي حدا حاب يتدرب عندي حدا حاب اعطيه توتوريالز خلينا نحكي يطور من مستواه يبعث لي على الخاص. بس قبل ما تبعتك تنزل على رابط الباي بال وتدعمني $50 عشان ارضى واطلع في طلبك. تروح مع حالكم مع السلامه.